ينادي بعض الكتاب وغيرهم بتحرير المرأة واختلاطها مع الرجال الأجانب، فهذا شيء غير مستغرب، ولكن للأسف نسمع من بعض أهل العلم من يقول بجواز سفر المرأة بدون محرم في الطائرة، وكذلك القول بكشف الوجه عند الرجال الأجانب، ويقول إن المسألة خلافية، فما التوجيه حيال ذلك؟ نحن قلنا لكم أكثر من مرة، ما هي بالعبرة بالأقوال والاختلاف، العبرة بالدليل، والدليل مع من يقول بوجوب الحجاب وستر وجه المرأة، هذا اللي معه الدليل، وهذا الذي يؤخذ بقوله من كان معه الدليل. أما من لم يكن لديه دليل فإننا نرفض قوله، لكن صاحب الهوى يدور ما يوافق هوى، ولو خالف الدليل ما يبالي بهذا، لأنه صاحب هوى، ما هو صاحب يطلب الحق، إنما يطلب ما يوافق هوى. أما الذي يطلب الحق فهذا إذا تبين له الدليل اقتنع. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، لكن هؤلاء قل خوف الله في قلوبهم وصار عندهم أهواء، فصاروا يتلمسون الخلاف والأقوال، وليت شرهم يقتصر عليهم، بل إنهم يضلون غيرهم ويلبسون على غيرهم ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. نعم.